بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، السادة المدرسين والمدرسات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد وقفنا بالأمس عند صفة من الصفات التي لا ضد لها، وهي صفة اللين. طبعا صفة اللين يعني هي صفة يعني نأتي بها جميعا دون أن نشعر، لأن اللين هو في الأصل خروج الحرف بيسر من مخرجه لعدم كمال غلقه، وإنما المجرى بيكون مفتوح. لما بنقول مثلا بيت بي، فالياء تجدها يعني المخرج مفتوح، خوف، فالمخرج جاري. لذلك نرى على اللوحة اللين هو صفة أطلقت على الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، الساكنتين المفتوح ما قبلهما، بسبب سهولة جريهما في المخرج. هذا السبب، سهولة جريهما في المخرج. طبعا الله يسلمكم، نحن نعلم بأن حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. من عيد، حروف المد هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها، بينما حرفا اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. صار الياء مثلا، خلينا نبدأ بالواو. الواو إن كان ما قبلها ضمة فهي حرف مد، وإن كان قبلها فتحة فهي حرف لين، وإن كان قبلها كسرة ارفع صوتك لا تأتي. هي تأتي لكن لا تنطق، تأتي لكن لا تنطق، تقلبها العرب ياء، تقلبها العرب ياء. إذا كان عندك واو ساكن أو قبل مكسور تقلبها العرب ياء. مثلا ميزان، ميزان أصلها ميوزان لأنها مشتقة من وزانة، فإذا هي ميوزان، فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبتها العرب ياء. ولا في عربي بيقول ميوزان، وإنما هذا بس لبيان أصل الكلمة. ميعاد، شو أصلها؟ ميوعاد، لأنها مشتقة من وعادة. تبهنا؟ ميقات، شو وزنها؟ شو أصلها؟ ميوقات، لأنها مشتقة من وقاتة. وضح؟ وكذلك الأمر بالنسبة إلى الياء، فإن كانت الياء ساكنة وقبل مكسور هذا حرف حرف مد. طب ياء ساكنة وقبل مفتوح حرف لين، ياء ساكنة وقبل مضموم لا تنطق تقلب واو. مين بجيب مثال؟ بوعة، بيع وبوعة، يعني انت قصدك انه بويعة، مو هيك قصدك؟ بويعة فقالوا بوعة، ممكن لانه باع يبيع، هي الالف منقلبة عن ياء، باع يبيع فاصلها بيع، فاذا قلنا بالمبني المجهول بويعة هي اصلها بوزن فعيلة، فإذا سكننا الياء بتصير بويعة، فتقلب واو بتصير بوعة. ليت، وهل ينفع شيئا؟ ليت، ليت شبابا بوعة فاشتريت. مثلا منقول رجل موسر، رجل إذا كان ربي ميسر له أموره وغني، يعني شو منقول عنه؟ رجل موسر، شو أصلها؟ ميسر،
لأنها مشتقة من اليسر. الواو هنا منقلبة عن مين؟ عن ياء. هذه معلومات فضلة اللي عم نقولها الآن، عرفتوا شو فضلة؟ يعني زائدة عن بحثنا، لكن حتى نعرف أنه العرب تنطق الواو الساكنة المضموم ما قبلها أو المفتوح ما قبلها بس، وتنطق الياء المكسور ما قبلها والمفتوح ما قبلها، واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. الصفة التي نتكلم عنها الآن من الصفات التي لا ضد لها صفة الانحراف، كما نرى على اللوحة. الانحراف هو ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه. ليش ما كمل جريانه؟ بسبب اعتراض اللسان طريقه. من عيد، هو ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه. لما بتقول انت الصوت خارج، الهواء داخل خارج من القصبة الهوائية، في شيء اثناء الطريق يحول بينه وبين الخروج، كل الطريق بتلاقي ايه. لكن لما بتقول مثلا كما ذكرنا اول امس فتجد بان طرف اللسان شو عامل؟ مسدود، الطرف الامامي مسدود، والصوت لما عم يطلع عم يصطدم وينحرف بعضه يمنة وبعضه يسرى. كذلك الأمر بالنسبة إلى الراء، لكن انحرافها إلى الداخل كما سيأتي معنا الآن. انتبهوا لهذا الموضوع. من عيد، هو ميل صوت الحرف، الصوت هو اللي بيميل مو المخرج بيميل، انتبهنا؟ بسبب اعتراض اللسان طريقه وحرفاه اللام والراء. انظر يا أخي، هذا مين؟ هذا انحراف اللام. لما منقول مثل ما كل البشر بتنطق، يعني ما عندنا أسرار في التجويد، مثل ما كل البشر، كل الناس بيقولوا قول يا فرنساوي قول بيقولك يا إنجليزي بيقولك قد يفخم يرقق، هذا موضوع تاني، لكن المخرج هو العربي بيقول فما نراه أمامنا منظر أمامي للفم، كيف أن طرف اللسان مرفوع ويقرع ما يحاذيه من غار الحنك، والصوت شايفين الصوت بعضه ينحرف عن ذات اليمين وبعضه عن ذات الشمال. كذلك الأمر هنا، هذا منظر علوي من فوق، كأنك عم تنظر للفم من فين؟ من فوق. فالصوت هكذا خارج، ولما وصل إلى هنا وجد المنطقة الصفراء هذه قد التصقت بما يحذيها من غار الحنك، فانحرف بعض الصوت عن يمين اللسان وبعضه عن وين؟ عن يسار. كذلك الأمر، هذا منظر جانبي، الصوت خارج من هنا فالوترين الصوتيين هنا، الصوت طالع هكذا، لما وصل إلى هنا وجد الطريق أمامه مسدود، فانحرف بعضه عن يمين اللسان وبعضه عن يسار. يعني هذه ثلاث صور من ثلاث جهات، أمامية وعلوية وجانبية. أوضح من هيك شو بدنا نعمل؟ ما عاد في مجال لمزيد من الشرح. هذه صفة الانحراف. مرة بزمانه من شي 20 سنة قرأ معي أخ يقول يعني كل ما يتجي لام يعمل بخده هيك. قلت له شو عم تعمل؟ ليش هيك عم تعمل؟ قال مشان الانحراف. قلت له انحراف شو؟ انحراف اللام. لك ابني هذا الانحراف انحراف الصوت مو انحراف اللسان. بعمرك شفت حدا؟ جيب مرايه وشوف حالك شو عم تعمل انت، عم تاخذ خدك كلياته. ربنا قال قرانا عربيا غير ذي عوج، هذا اللي عم تعمله عوج، هذا ما حدا عمله غيرك. هذه مصيبه من ياخذ العلم من فين؟ من الكتب. انتبهنا كيف بياخذ العلم؟ من الكتب. حكى لي واحد تاني، واحد عم يعلم تجويد يعمل اف، كل ما بده ينطق اف يطلع أسنانه لوين؟ لهون. قال له ليش هيك عم تعمل؟ قال له ابن الجزري قال ومن بطن الشفا. وين بطنك أنت؟ أشر على بطنه. قال له وين بطنك أنت؟ فهذا بطن الشفا. ابن الجزري شو قصده يقول؟ باطن الشفا، لكن باطن بوزن فاعل ما بتجي على مستفعل. بحر الرجز شو وزنه؟ مستفعل 6 مرات. تبهنا كيف؟ فما بتجي مستفعل، ما بتجي باطن فاعل، ما بتزبط. فشو قال؟
بطن الشفا، لكن شو مراده؟ باطن الشفا. فقال له بابو هي هذا بطن الشفا، وين بطنك انت؟ واشار له على بطن. فهذا مصيبه اللي بيا، وهذا بتلاقوه بكل العلوم، كل من ياتي ليأخذ العلم من الكتب تجد عنده من المضحكات، هذه هي مضحكات مبكيات. اما انحراف الراء ايها الاخوه الكرام فهو الى الداخل كما ترون، لاننا ذكرنا لما تكلمنا عن مخرج الراء ان اللسان يتقعر هكذا عند نطق الراء ويرتفع ويقرع ما يحاذيه من غار الحنك، ويبقى في الوسط ايه؟ فجوه بسيطه يمر منها صوت ضئيل، هو صوت الراء. الصوت عم يمر بمجرى ضيق اللي هو هادي. لولا هذه الفجوة لأدى هذا إلى إيش؟ إلى ارتعاد اللسان. هذا التكرار أو التكرير المنهي عنه. فالله يسلمكم، الصوت طالع من هنا، لما وصل إلى هنا كان اللسان هاتان المنطقتان الصفراوان إيش؟ ملتصقة، ما بقي إلا مين؟ الفجوة. فينحرف الصوت لوين؟ إلى الداخل. بينما اللام لوين عم ينحرف؟ من هنا قال بعض أئمتنا اللام فيها انحراف كثير والراء فيها انحراف قليل. واضح؟ هذه صورة فيها مقارنة، دائما نحن منحب نعمل مقارنة لأنها تميز انحراف اللام شايفين إلى الخارج، انحراف الراء لوين؟ إلى الداخل.